دخل رجل فقير احدى الصيدليات واعطى الرشده للشاب المسؤول عن صرف الادويه فاخبره الشاب عن ثمن الادويه وكان كبيرا فحزن الرجل ومد يده لياخذ الرشده ويخرج الا ان السيده صاحبه الصيدليه بعد ان تابعت المشهد همست للشاب بكلمات فنادى على الرجل وقال له مبتسما انت العميل رقم خمسه الاف لقد ربحت مبلغا ضعف ثمن الادويه التي تطلبها سنعطيك الدواء ومن حقك ان تاخذ بالباقي ادويه او تاخذ المبلغ نقدا فرح الرجل ثم قال للشاب لا اريد شيئا سوى الادويه الخاصه بعلاج ابنتي التي تصرخ من الالم وجزيتم خيرا بعد ان خرج الرجل سعيدا قال الشاب للسيده صاحبه الصيدليه هذه خامس مره تدفعين فيها ثمن ادويه للفقراء فما سر ذلك ابتسمت السيده وقالت اولا هذا ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه وثانيا انا ارد جميلا صنعه معي احد الفقراء فبعد وفاه ابي وكنت في العام الثاني لي بكليه صيدله ذهبت الى عمي الثري ليساعدني واسرتي حتى اتخرج وارد له ما انفقه ولان عمي كان بخيلا فقد اكتفى بهز راسه ولم اعرف ان كان سيساعدنا ام لا وبعد ايام قليله وجدت طباخ عمي ياتي لنا بمبلغ كبير ويخبرني بأن عمي أرسله لنا، وسوف يرسل كل شهر نفس هذا المبلغ معه حتى أتخرج من الجامعة. ظل هذا الطباخ طوال أربع سنوات يأتي لنا كل شهر بالمبلغ حتى تخرجت. فذهبت إلى عمي لأشكره، وأعده برد كل ما أنفقه علينا. فنظر إلي بدهشة، وقال لي: لا داعي لهذا التهكم. ثم عرفت بعد ذلك أن الطباخ كان يعطينا نصف راتبه الشهري ويكتفي هو واسرته بالنصف الاخر ومنذ ذلك اليوم دعوت الله ان يساعدني لارد جميل هذا الرجل العظيم لكل فقير ومحتاج والحمد لله وفقني الله لهذا سالها الشاب والطباخ هل استطعت مساعدته قالت السيده كان عزيز النفس لدرجه لا توصف لذلك اوهمه زوجي ان احد البنوك تكفل بجهاز ابنته كاملا وقمت وزوجي بشراء كل جهازها على نفقتنا ولكنني لو أنفقت كل مال الدنيا عليه ما أوفيت جميله أبدا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون